وإما يثبت أن الأستاذ عبد الوهاب كان حرا تماما في التعامل مع المقاطع الموسيقية في أغاني السيدة أم كلثوم التي يلحنها طبعا، أنه قدم في أغنية فكروني وفي المقدمة الموسيقية قدم عازفا للقانون غير الأستاذ عبد الصالح الذي كان دائما العازف الدائم مع أم كلثوم، قدم هنا الأستاذ عبد الفتاح منسي الذي كان العازف الدائم مع الأستاذ عبد الوهاب. وقيل في حينها أن هذا العزف المنفرد الذي سيقدمه الأستاذ منسي هو صعب لدرجة أنه لا يستطيع أي عازف أن يقدم هذا العزف إلا الأستاذ عبد الفتاح منسي. سأسمعكم الآن على القانون ذلك السولو المنفرد الذي قدمه الأستاذ منسي في مقدمة فكروني، ثم أتساءل ألم يكن الأستاذ عبد الصالح قادرا على أدائه؟ لنتابعه أولا. هل كان هذا العزف المنفرد صعبا لدرجة أن الأستاذ عبد الصالح كان غير قادر على أدائه؟ بالطبع لا، فالأستاذ عبد الصالح عازف بارع جدا على آلة القانون، ولكنه أسلوب الأستاذ عبد الوهاب في الدعاية فقط لا غير، هذا هو السبب.